بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 48 من الكتاب السادس، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وهو الباب 100 من أول كتاب الصلاة، لأن كتاب الصلاة لو جمعناه كله هتلاقي ده الباب رقم 100، لكن هو قسمه وجعل كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب منفصل، كتاب منفصل، فعلى هذا يكون الباب 48. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. يبقى يجوز التخلف عن الجماعة بأعذار. قلنا قبل ذلك أن من أعذار التخلف عن الجماعة مثلا أن يكون قد أكل ثوما أو بصلا فيؤذي الناس برائحته ويؤذي الملائكة برائحة فمه، ففي الحالة دي صلي البيت أحسن. أو قد يكون هو أبخر، أبخر يعني رائحة نفسه أصلا كريهة، خلقته كده، يبقى ما يصليش الجماعة، سقطت عنه الجماعة، ولما يجي الجمعة يجي الجمعة ويصلي بعيد عن الناس كده بقدر الإمكان، إيه؟ عشان لا يؤذي الناس، كالأبخر مثلا، يسموه أبخر اللي هو رائحة نفسه كريهة. أو لا يجد ثوبا يستر عورته من شدة فقره، فهيجي يصلي الجماعة ازاي؟ يصلي في بيته بقى، يلبس ثوب زوجته ويصلي في بيته، مش هو اللي هيمشي بثوب زوجته، لكن ممكن يستر عورته بثوب امرأة في بيته ويصلي. أو يكون مصاب بمرض فيه عجز ولا يجد له قائد، كأعمى لا يجد له قائد، أو يكون عنده عرق شديد ولا يجد له من يعينه، كل دي أسباب تمنعه من حضور الجماعة، وإن كانت نية حضور الجماعة مع وجود هذا السبب ربنا يكتب له ثواب الجماعة، لأن الإنسان بنيته، على حسب نيته. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. وكذلك إذا كان يقوم برعاية مريض، يعني يفرض هو قائم برعاية مريض ليس أحد مع المريض فترة نزوله لصلاة الجماعة، يبقى يصلي بجوار المريض ويسكت عنه حضور الجماعة، شوف قد إيه، وياخد ثوابه. يفرض هو اللي بيرعى أبيه مريضا أو يرعى أمه مريضة ولا يوجد غيره، يبقى خلاص. أو يفرض إنه هو مثلا طبيب في عيادته وعنده مرضى والمرضى متوجعين، مش معقول يسيب المرضى قاعدين ويقول لهم انا هنزل اصلي في الجامع، حتى الناس هتنتقم، تصلي في عيادتك والناس موجودين، لان عشان تنزل تصلي في الجامع وتطلع تاخد نص ساعه، انما لو صليت في العياده هتصلي في 10 دقائق او 7 دقائق، يبقى مقبول الناس تنتظر. فيعني في اسباب ممكن تمنع الانسان، او اذا كان يعمل حارسا في الامن او بوابا في عماره امن برضه، فيبقى يصلي في مكانه ولا يحضر الجماعة مخافة أن يسطو لص على مكان حراسته. كل دي أشياء تسقط وجوب الجماعة إن قلنا أنها واجب، وتسقط سنيتها إن قلنا أنها سنة، لأن هي في صلاة الجماعة قلناها ثلاث مذاهب، فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة، في ثلاث مذاهب تسقط عنه هذا الحكم إذا كان بهذه الأعذار. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ومنها برضو المرض، المطر الشديد والوحل في الطريق، إذا كان الطريق للمسجد مملوء وحل أو فيه
مثلا شيء مخوف يعني مطلوب أن يقتل مثلا ظلما وناس متربصين به، ولو خرج في الشارع ايه هيقتلوه، يبقى خلاص يصلي في بيته ما يخرجش. واخد بالك؟ اذا كان حاكم ظالم طلبه، واخد بالك، يبقى في الحاله دي ما يصليش في الجماعه حتى تسقط عنه الجمعه كمان الى هذه الدرجه. كل ده لازم الانسان يكون عنده فقه يفهم متى يصلي الجماعه ومتى يتركها وهو ضميره مستريح، عشان يبقى عابد لله في كل حاجه، مش شاعر انه مقصر، لا ده هو مقدم العذر بين يدي الله. واضح؟ او امراه مثلا بتعول ابنائها، وابنائها ده بيرضع وده مش عارف بيعمل وده بتاع، تيجي تنزل تسيبهم في البيت يتحرقوا ويتنطوا من البلكونه وتنزل تصلي جماعه، ما ينفعش. صلي مع اولادك في البيت، فاهم؟ لان هي ايه؟ تقوم برعايتهم، وهكذا. يبقى كل هذه الامور لازم نراعيها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 28 بعد 500 والألف، يقول: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري. يعني إيه؟ ضعف بصري. عتبان بن مالك البدري الأنصاري من كبار الصحابة رضي الله عنه، لما كبر فقد بصره، فقال: إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وأنا كنت بصلي إمام بقومي إيه في مكاني، يعني لأن لا أستطيع أن أمشي بغير قائد، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. وكان هو اللي بيؤم قومه في ضاحية من ضواحي المدينة، فلما تحصل مطرة المطرة إيه تيجي تحول بينه وبين الوصول لمكان إمامته للصلاة. وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، يعني صلي لهم إماما يعني. وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فطلب من النبي إيه؟ رجاء أن النبي يأتي يصلي عنده في مكان في بيته يتخذه مصلى، فالناس هي اللي تجيله بدل ما هو اللي يروح للناس، كويس؟ علشان ما بيستطيعش أن هو يتركها. طب ما كان ممكن يتخذ المكان، طب ليه قال للنبي يجي يصلي؟ دليل على استحباب الصلاة في الأماكن التي صلى فيها الصالحين. أهو والنبي ما أقره، ما هو قال جعلت لي المسجد الأرض مسجدا، ما قال له ما تتخذ أي مكان وخلاص وصلي وابعد عني. ما قالوش كده. يبقى الصلاة في مواضع التي صلى فيها الصالحين ده أمر مطلوب شرعا، بدليل أن عتبان وهو فقيه من فقهاء الصحابة الكبار وبدري لم يتخذ المكان إلا أراد أن يصلي النبي فيه أولا حتى تحدث البركة، ثم بعد ذلك يتبرك بالصلاة في أماكن الصالحين. هذا كل ده الوهابية على خلاف هذا. الوهابية لما تيجي تروح تصلي في مسجد في غار حراء يكتبوا إعلانات ما تصليش هنا. تيجي تروح مثلا عايز تصلي في موضع محراب النبي صلى الله عليه وسلم يحطوا لك حامل حوامل المصحف مخافه احسن دماغ تيجي كده ومعادين حارس، وانا هروح اعبد البقعه. طب ما ربنا قال لنا اتخذوا من مقام ابراهيم المصلى في القران نفسه، اتخذوا من مقام ابراهيم المصلى، لان المقام الذي وقف فيه سيدنا ابراهيم كان مقام صار مباركا، فقال لنا الدعاء مستجاب في هذا المكان ببركة أبيكم إبراهيم إلى يوم القيامة. وفي نص القرآن اتخذوا من مقام إبراهيم موسى. فهنا سيدنا عتبان بن مالك قد طلب من النبي أنه يأتيه في موضعه فيصلي في المكان الذي يريد أن يجعله مصلى لقومه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. ولا قال له شك؟
قال له سأفعل إن شاء الله، صلى يعني أقره صلى الله عليه وسلم. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. جم في وقت الضحى كده سيدنا رسول الله أخذ أبو بكر الصديق وقال له يلا نروح عند عتبان عشان نصلي عنده. فغدا يعني بقى ايه؟ يعني بعد في وقت الضحى. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال: فاشرت الى ناحيه من البيت. وهذا يدل على انك اذا كنت ذاهبا لانسان في مصلحه ابدا به. شوف اول ما دخل النبي ما قعدش، قال له انت عايز تصلي فين؟ قال له هنا، فصلى الاول وبعدين قعد ياخد الضيافه. يبقى دي برضو اداب لما يكون عندك انسان له مصلحه منك وذهبت لتقضيها لها، ابدا بقضاء مصلحتي اول، ثم بعد ذلك تقعد معاه تتناقش تدردش تاخد ضيافتك ما فيش مشكله، لكن الاول ابدا بما جئت به. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال: فاشرت الى ناحيه من البيت، يعني زاويه كده فناء كبير كده. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. طب الركعتين دول نافله ولا فريضه؟ نافله في وقت الضحى. وصلوا مع جماعه، يبقى يجوز الجماعه في صلاه النافله. كويس؟ صلوا جماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فريضه، يبقى يجوز الجماعه فيما لم يشرع فيه الجماعه. لأن صلاة الضحى لم يشرع فيها الجماعة أصلا، مش كده؟ لكن يجوز فيها الجماعة. فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. حبسناه يعني جعلناه ينتظر حتى نقدم له إيه؟ طعامنا. والخزير عبارة عن إيه؟ عارف أنت دلوقتي لما تقول إيه؟ كباب حلة؟ لحمة صغيرة كده مقطعة. والدمع بتاعتها تبقى بني وبتاع وتقدمها كده، هي دي الخزير. او تجيب لحمه مفرومه لان طعمها مقطعه صغيره وتعملها كده على الصاج وتقدمها، هي دي الخزير. يبقى الخزير عباره عن قطع لحم ايه؟ مقطع صغارا، ولما يطبخ يجعل فيه ايه؟ دقيق. قرب ما ينضج كده تحط فيه دقيق علشان بدل الخبز يعني. يقوم ايه؟ الدقيق مع اللحم مع النار ايه؟ يعمل كانك انت بتعمل له صينيه مكرونه بالبشاميل واللحمه المفرومه. اهي دي الخزير. تطورت يعني، لكن هو الطعام هو هو. فهمت المساله؟ فالمهم عملوا له هذا الطعام وقدموه له صلى الله عليه وسلم. وحبسناه على خزير صنعناه له. لان احنا الدقيق دلوقتي ما بنحطوش على الاكل دقيق، احنا بنحطه على الاكل بصوره ايه؟ مكرونه بصوره رز، مش كده برضه؟ احنا طريقتنا كده دلوقتي، لما تطورت الناس في الطبخ يبقى خلاص، يبقى مكرونه بالعصاج. ادي الخزير اللي عملته، خدت بالك؟ ماشي، تبقى ايه؟ سنه. اما تاكل مكرونه بالعصاج كده سنه، النبي كلم، لان عباره عن دقيق ولحم مقطع صغير ونضج في النار. هي دي الخزيره، تعرفها بالظبط كده. يعني انت لما تجيب الاندومي بتاع الماليزيين ده ياكلوا بتاع الاندومي طول النهار ياكلوه، ده لو واحد فيهم اتعور يخر اندومي، مش هيخر اندومي. فلو جبت الاندومي وحطيت عليها شويه لحمه مفرومه كده خلاص بقت هي دي الخزيره. فهمت بقى ازاي؟ كل ده يعني الحمد لله، هو هي الاكل هو هو، بس ايه؟ وسائل التقديم هي اللي اختلفت. وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من اهل الدار حولنا. اول ما الناس طبعا عرفوا في الحي بتاع عتبان ان الرسول عند عتبان كله راح اجتمعوا. فيبقى اذا جاء شريف في منطقه او رجل اهل فضل في منطقه يسن ان الناس تجتمع عنده لتستفيد منه. لان ايه؟ كل الناس اما عرفت ان الرسول عند عتبان ساب القوم، ابتدوا يجتمعوا عنده. حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: اين مالك بن الدخشن؟ مالك بن الدخشن ده واحد من قرايبهم،
بيقولوا هو ما جاش ليه يسلم على النبي؟ أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، طالما ما جاش يبقى منافق، تصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ شوف النبي رد غيبته على طول. يبقى أنت لابد أن تحسن الظن بكل مسلم نطق بالشهادتين، لابد أن تحسن الظن بكل مسلم نطق بالشهادتين، هي دي سنة النبي، حسن الظن بالناس. لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. برضو لسه. طب احنا عرفنا يعني ان هو يريد بها وجه الله يعني؟ الله. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قالوا: لأن احنا بنقول عليه منافق ليه؟ لأنه تملي يقعد مع المنافقين ويقعد يتكلم معاهم وينصح معاهم ويشاركهم في التجارة، ده السبب ان احنا بنقول ان هو منافق. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا. ما زال النبي يدافع عنه برضه، ما زال النبي يدافع عنه برضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم أشرافهم وسادتهم، سرات القوم هم أشراف القوم وسادتهم، وهو من سراتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيش؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك. محمود بن الربيع كان صحابي صغير عنده حوالي 3 4 سنين 5 سنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان كان عنده 4 سنين تقريبا أو 5 سنين. فالنبي لما توضأ راح بخ في وشه الوضوء، فهو كل اللي فاكره من النبي انه هو بخ في وشه، فلما تذكر هذا صار صحابي لانه ادرك وميز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعبه رفع درجته، ليه؟ لانه جعله مدرك، لانه اذا ادرك اللقاء واخد بالك صار صحابيا، لكن لو لم يدرك اللقاء نقول عليه ايه؟ تابعي له ايه؟ رؤيه، تابعي له رؤية شافك، لكنه ما ميز. فلما أثبت التمييز بهذه المجة فدل على أن النبي كل فعله بركة صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز كمان إيه؟ مداعبة الأطفال، وأنها ليست من خوارم المروءة، إنك أنت تداعب طفل دي ليست من خوارم المروءة. مش تقول أنا راجل كبير كده إزاي أقعد ألاعب طفل، لا، النبي كان رقيق الطفل، كان يداعب الأطفال ويلعب معهم ويضحكهم ويضحكهم صلى الله عليه وسلم. عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قولي فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
جشيشة صنعناها. الجشيشة برضو عبارة عن دقيق يلقى على لحم في أثناء نضجه، وأحيانا يحطوها ما لقوش لحم يحطوا تمر وتبقى كيكة، يعني عبارة عن قراقيش بعجوه. واخد بالك؟ يعني نقول عليها قراقيش بعجوه، تجيب عجوه تحطها جوه البتاع، يعني هي نفس الفكرة. يعني لو ما كانش فيه لحمة يحطوا تمر وتبقى بسكوت بعجوه زي بتاع بسكو مصر ده اللي انت بتقوله، هي دي الجشيش. صنعناها له. ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. أنا كنت ساكن في المنيل حوالي 25 سنة، سكنت في المنيل قبل ما أجي هنا المقطم. وكانت الناس في أهل المنيل، أهل المساجد المنيل، كانوا كل يوم بعد الفجر كل مسجد له مقرأة يقرأه كل يوم، اللي بيقرأ حزب، اللي يقرأ جزء كل يوم، ولما يبقى مسجد عنده ختمة يجعلها يوم الجمعة، ويعزم جميع المساجد ويجتمعوا في الختمة. فعندهم مثلا جمعة دي ختمة مسجد كذا، جمعة اللي بعدها ختمة مسجد كذا. كانوا ناس أهل فضل كويسين، ويجتمعوا بقى يختموا ويدعوا دعاء الختام ويقوموا يصلوا الضحى جماعة، ركعتين جماعة، وماشيين على كده بقالهم 10 سنين. جالك واحد كده وهابي ما تفهمش جاي منين، قال لهم كده بدعه ضلاله اللي بتعملوه ده. فجم يشتكولي، جبت لهم حديث عتبان، الحديث ده فهمت ازاي؟ فاستمروا على ما هم عليه واهملوا هذا الجاهل، فهمت؟ جبت لهم بقى حديث عتبان ان النبي صلى في صلاه الضحى جماعه، واخد بالك، انه يجوز صلاه. فالناس استراحوا واطمأنوا لأن حسوا إن هم بقالهم 10 سنين بيعملوا بدعة ضلالة في النار. حاجة غريبة. فمهم إنك أنت تبقى عارف دي، لأن كل شوية تلاقي لك واحد لك يطلع لك كده يطلع عبادات الناس بدعة وضلالة وهو بس اللي فاهم. فاتق الله من إيه؟ من هؤلاء الناس. وابعد عنهم. ويبقى عندك حجتك واضحة بدون ما تعاديهم. يعني أنا حتى ما ناقشتش هذا الرجل ولا أعرفه حتى. ده هم جم قالوا لي واحد جه قال لنا كده. حتى ما حبيتش ان انا اعرف اسمه ولا اعرف شكله، مجرد ان انا جبت لهم الكتاب واخد بالك وحضرت معاهم الختمه ورحت قلت لهم الحديث ورحت قايم صليت بيهم ايمان في الضحى يوم جمعه. فخلاص استقر الامر وماشيين عليه لحد دلوقتي. فلما تلاقي ناس مجتمعين على خير ما تفرقهمش، هم طريقتهم الوهابيه كده، لو الناس مجتمعين على ذكر يفرقوهم، لكن لو مجتمعين في القهوه مفيش مشكله، مجتمعين في النادي مفيش مشكله، مجتمعين على التلفزيون بيتفرجوا على قناة الجزيرة مباشر مصر مفيش مشكلة. حاجة غريبة الشكل يعني. فتاخد بالك من هؤلاء الناس. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. الخمرة اللي هي عبارة عن قطعة تضعها بقدر وجهك عشان تسجد عليها، دي اسمها الخمرة. انت دلوقتي ساعات تلاقي الصينيين عاملين ايه؟ مصليات صغيره كده، اهي دي الخمره، دي على قد الوجه بس تضعها كده وتسجد عليها، دي اسمها الخمره لانها بتخمر الوجه، يعني ايه؟ تغطي الوجه اثناء السجود. والنبي كان له خمره كان يسجد عليها صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما استعمل يعني، فنضحته بماء، لأن الحصير لما يبقى بقاله مدة يبقى قاسي، لأنه معمول من إيه؟ من خوص النخل، فبيبقى قاسي على القدم. فأراد سيدنا أنس بقى إيه؟ إن هو يعني يرتبه قليلا، فرش عليه ماء كده عشان يبقى سهل للسجود عليه والوقوف عليه ما يبقاش قاسي على القدم. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، يبقى عملوا صف خلفه
يبقى لو كانوا اثنين يصفوا خلف الامام صفا، خلافا لسيدنا عبد الله بن مسعود يرى انه لو كانوا اثنين مع الامام يقفوا واحد على يمينه وواحد على يساره بمحاذاه الامام. يبقى ده يرد على مذهب مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود الذي ذهب، واحنا كنا شرحنا الموضوع ده قبل كده، فهنا صفوا خلفه. طيب كويس. وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. يبقى المرأة تكون صفا، ما تقفش بمحاذاة الرجال ولا تقف بمحاذاة الإمام لو كانت هي اللي بتصلي خلف الإمام منفردة. يبقى المرأة إذا هتصلي مع إمام منفردة تصلي خلفه صفا. يبقى المرأة تكون صفا والرجل لا يكون صفا. فهمت بقى؟ يبقى لو مراتك هتصلي معاك تقف فين؟ تقف خلفك. بنتك هتصلي معاك جماعة تقف خلفك. ابنك هيصلي معاك جماعة يقف بجوارك على يمين. فهمت؟ كل دي أحكام ناخد بالنا منها. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أدي دليل تاني على جواز صلاة الجماعة، صلاة النافلة جماعة. يبقى في حادثة عتبان وفي حادثة إيه؟ أنس بن مالك. يبقى ده الأمر ده كرره النبي كثيرا. وفي برضه ده دليل على أن أهل الفضل يسن لهم أن يصلوا في الأماكن التي يدعوا إليها حتى يعني إيه يدخلوا السرور على أهل الدار. يعني لما يبقى راجل أهل القرآن وراجل صالح وجاي يزورك يعني يفضل أنك أنت مثلا تقول له ما تصلي ركعتين كده عندنا كده يا مولانا، وتجيب له السجادة ويصلي. كل دي كانوا يعملوا كده أول ما النبي جيلهم في أي بيت يروحوا له إيه يقولوا له صلي هنا ويخلوا بقى المكان اللي صلى فيه النبي ده المصلى بتاعه. يبقى يجوز اتخاذ مكان في البيت مخصص للصلاة. أما استيطان الأماكن في المساجد التي نهى الله الرسول صلى الله عليه وسلم عنها هذا خاص بالمساجد لا بالبيوت. يعني يمكن في بيتك تجعل لك ركن معين تصلي فيه باستمرار في بيتك لا شيء فيه. أما في المسجد فلا تستوطن مكانا معينا. ليه؟ لأن المسجد منفعة عامة لكل المسلمين، اللي يجي الأول يصلي. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يعني يزور الناس البسطاء في بيوتهم. يعني انس بن مالك ده قديم يروح يزوره في بيته، حد كده من اشراف القوم يروح يزور خادم بتاعه في بيته ويقعد ياكل عنده ويصلي عنده. شوف النبي جمال اخلاقه صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين خادمه وفي صوره ايه وكمان وطفل صغير كمان حتى مش كبير بيكبر خاطر حتى الاطفال ويدخل السرور على قلبه. هكذا كان النبي، ولذا كل من عاشر النبي احبه، كل من عاشر حتى ولو حيوان، الحيوان نفسه من يشعر بالنبي، حتى الاشجار حتى الجماد حتى احد الجبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. نعم صلاتنا في الهنا تحضر وقت صلاه النافله زي الضحى، هنا كانت مقصود صلاه الضحى. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، يعني في غير وقت فريضة، يعني تبقى نفهم انها ايه صلاة النافلة. فصلى بنا فقام رجل لثابت فقال رجل لثابت اين جعل انسا منه؟ قال جعله عن يمينه. ثم دعا لنا اهل البيت بكل خير من خير الدنيا والاخرة. يبقى دي زيارة تانية غير الزيارة اللي كان معاه اليتيم وعملوا صف، يبقى تعددت الزيارات. طيب لان دي زيارة كان سيدنا انس موجود وامه وخالته، فسيدنا انس لوحده وقف جنب النبي وامه وخالته عملوا صف خلفه، يبقى دي زيارة اخرى.
فقال رجل لثابت: أين ثابت البناني؟ اللي هو زوج بنت أنس بن مالك الراوي عنه، راوي أنس اسمه ثابت البناني، زوج بنتي اسمه ختنه، زوج بنتي سموه ختنه. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. وده برضو إيه من حكمة هذه الأم وحرصها على مصلحة ابنها. فقالت له إيه؟ خويدمك، من باب التصغير لترقيق الإيه، لترقيق الإيه، القلب يعني، علشان يعني إيه يهتم بيه، من باب الشفقة، يبقى تصغير هنا للشفقة، خويدمك، لأن أحيانا التصغير يأتي للتحقير وأحيانا يأتي للشفقة، مش كده برضه؟ وأحيانا يأتي للإدلال من باب الدلع يعني، يبقى التصغير يأتي لأسباب كثيرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. دعوته وكثر أموال فعلا أنس بن مالك، وعاش في الكوفة وكان عنده ضيعة كبيرة، وكثر أولاده لدرجة أن مات من صلبه في حال حياته في أحد الطواعين أكثر من 84 ذكرا من أولاد أنس، وكان يصلي الجمعة والعيدين بأولاده وأحفاده من كثرته، يعني عامل مسجد يملوا المسجد، ولاده وأحفاده يملوا المسجد، كان يصلي بيهم الجمعة والعيد، كل ده ببركة دعوة النبي بعد وفاته. شوف، وأكثر ماله، كان يقول لك أرض أنس في الكوفة كانت تطرح مرتين في العام، وكل الأرض حولها تطرح مرة واحدة، كل ده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال عمره فجاوز 100 سن أنس، كل دي ببركة إيه؟ الدعوة الأولانية دي اللي إيه؟ اللي خدها من النبي رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. وإحنا برضه النبي دعانا، ما تخافوش برضه يعني، ما النبي دعانا الحمد لله، وما زال في قبره الشريف يدعو لأمته، استغفر لها وأدعو لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال فينا، وما زلنا نعيش في بركته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني تبقى نايمة جنبه أو قاعدة جنبه، مش بتصلي حذاءه يعني تبقى نايمة، لأن النبي كان يصلي في الليل وزوجته نائمة، فتبقى بحذائه وهي نائمة أو جالسة، وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي على خمرة، الخمرة اللي هي إيه؟ نسيج كده يوضع بقدر الجبهة بقدر الوجه يسجد عليه. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسر جميعا عن الأعمش حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. ليه بقى؟ ليه هو بيأكد كده؟ لأن في عصر التابعين جاء بعض آراء الناس أن الصلاة على شيء مفروش على الأرض نوع من التكبر،
وان من التواضع ان تصلي على الارض مباشره. فهم قالوا لهم لا، ده النبي صلى على حصير وصلى على حاجات مفروشه، مفيهاش مشكله. ليس كل ده علشان يؤكد هذا الحكم لمن اشاع ايه ان الصلاه على الارض مباشره تكون افضل، لانها من باب التواضع، وان لو فرشت شيء على الارض يكون من باب ايه التكبر. فقالوا له لا، النبي كان ابعد الناس عن الكبر وصلى على ايه مفروش، وبالتالي المسلمين بيفرشوا مساجدهم وبقوا يصلوا على ايه على مفروش عالي، لان سنه النبي استقرت على هذا. باب فضل صلاه الجماعه وانتظار الصلاه، نكمله غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.